هلأ رح نشرح الـ Water Activity. هذا عنا جهاز الـ Water Activity Smart Water Activity Meter، بيقيس لي نشاطية المياه من خلال إنه بيقيس الضغط البخاري للعينة على الضغط البخاري للمي ويساوي 1. في عنا هون من الداخل سنسور بيقيس عندي اللي هي ضغط البخاري للعينة مقارنة بضغط البخاري للمي، وبيعطيني دايركت قديش في عندي ووتر اكتيفيتي. بالداخل انا حاطه سيليكا جل، لاحظوا كيف لونها ازرق علشان تمتص الرطوبه، في حال كانت الرطوبه للعينه اكثر من 95% ببيت فيها سيليكا جل عشان تمتص كل الرطوبه. لاحظ هون عندي سيليكا جل كيف كان لونها زهري لما تكون ممتصه رطوبه، ولما تكون ازرق بتكون احنا مسخنينها عشان تمتص كل الرطوبه من داخل السنسور. هلأ عنا عينة الطحين، منشيل الكفر عنها ومنتركها فاتحة، منحطها في داخل السنسور. طبعا لازم العينة تنحط بجانب الجهاز والجهاز نفسه ينحط على هذا البنش لمدة نص ساعة قبل الفحص عشان ياخد حرارة الغرفة. منسكر السنسور بهاي الطريقة ومنحطه على بعد من الجهاز. منلاحظ هون في عندي الشاشة، في عندي measurement calibration وsetting، رح نعمل confirmation. هون بنلاحظ انه في عندي الميجر ووتر اكتيفيتي والتمبرتشر، بعد 10 دقائق رح يعطيني النتيجه دايركت.